أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة. فيكو تشوفونا على أونلاين وعلى الصفحة على الفيسبوك على اليوتيوب، كمان بث مباشر. السؤال: هل يؤمن المسيحيون بثلاثة آلهة أم إله واحد؟ يسرني أن أستضيف صديق عزيز على هذه الحلقة، وهو لأول مرة ضيف على هذا البرنامج، القسيس شادي صالح. هو خادم للإنجيل، راعي الكنيسة العربية في ساسكاتون في كندا. برحب فيك قسيس شادي، أهلا وسهلا فيك على برنامج ليكن نور. الرب يباركك قسيس نزار، وبشكرك جدا من أجل هاي الفرصة أن أكون موجود معك ومع جميع الإخوة والأخوات اللي بتابعونا في البث المباشر، وأيضا بسلم على جميع الإخوة والأخوات اللي بيشتغلوا من وراء الكاميرات في الترتيبات التقنية. الرب يباركك. ربنا يباركك قسيس شادي. أنا عارفك أنه أنت إنسان منشغل جدا بالمواضيع الدفاعية اللي بتتعلق في الدفاع عن الإيمان المسيحي، لكن في البداية بس أعرف شوي عنك. أنت الأصل فلسطيني من بيت صحور في منطقة بيت لحم، مولود في الأردن وحاليا بتخدم الرب في كندا. ولو دقيقة في البداية أعطينا فكرة هيك ولو صغيرة عن خدمتك قسيس شادي. أكيد أستاذ نزار، أنا موجود في كندا من أكثر من 9 سنوات. تخرجت من الأردن ببكالوريوس العلوم الحياتية، وبعدها رحت على قطر كنت بشتغل مع شركات الأدوية، والرب لمس قلبي وتغيرت حياتي في آخر سنة 2001. وفي قطر في الكنيسة العربية في قطر تعرفت على إخوة وأخوات رائعين، تعلمت منهم كلمة الرب، ومن بداية إيماني استثمار حسيت الرب بيدعيني للخدمة. وهاجرت على كندا في بداية 2012، وأول ما جيت لهي المدينة ابتدينا درس كتاب مع إحدى العائلات العراقية هون، والموضوع كبر شوي شوي، والآن في كنيسة عربية، هي الكنيسة العربية الوحيدة في مدينة ساسكاتون، وكانت في أيضا في الولاية كلها في ولاية ساسكاتون اللي هي بتيجي للي ما بيعرف كندا في نصف تقريبا كندا، في نصف منطقة كندا. فابتدينا هاي الخدمة، وفي بداية السنة الماضية تفرغت تماما لخدمة الرب، والآن أنا برعى الكنيسة العربية في ساسكاتون، وأيضا قس مع الكنيسة إبنيزر باكتست تشيرش في ساسكاتون اللي هي الكنيسة الكندية. أهلا قسيس شادي، أنا تشرفت كمان بخدمة الرب في الكنيسة العربية. بحب الشعب هناك، مع أنه صراحة يمكن كثير من المشاهدين ما بيعرفوا هذا الشيء، المنطقة اللي ساكن فيها القسيس شادي باردة جدا جدا جدا، بتصل درجة الحرارة أحيانا 30 و40 تحت الصفر. لكن لما بتشوف الشعب العراقي بالكنيسة والشعب هناك بشكل عام، قلوبهم دافئة جدا ومحبة جدا.